طريق طرابلس بيروت تفتح عند نقطة القلمون بعد قطعها ليومين. عائلة المعاون المخطوف إبراهيم مغيط فتحت الطريق بعدما وصلتها تطمينات حول مصير ابنها. هي تقول إنها تريد عبر هذه الخطوة أن تفتح المجال أمام الاتصالات والمساعي للإفراج عن إبراهيم ورفاقه. فتح الطريق جاء بعد يوم طويل انتظرت فيه العائلة من يبشرها خيراً. عائلة مغيط كل ما تطلبه حتى الآن هو أن يبقى المعاون إبراهيم مغيط على قيد الحياة. العائلة كانت وصلتها وعقب إعدام العسكري علي بزال رسالة تهديد من داعش بقتل إبراهيم إذا لم تستجب الدولة للمطالب بالإفراج عن النساء اللواتي تم توقيفهن في لبنان. ومن القلمون كان توجه شقيقا إبراهيم مغيط إلى طرابلس، حيث انضم إلى وقفة نظمها الحراك المدني أمام السراي تضامنا مع المخطوفين العسكريين. ونحن اليوم وقفتنا عن روح الشهيد بزال وعن كل شهيد، وتضامن مع أهل المخطوفين يلي هن نفسهم صاروا أسرى. أنا بعرف أنه هن من جوات قلبهم منهم ما قطع الطريق، ولكن هناك من يستغل هذه الورقة ليخلق شرخ في القضية اللبنانية. ليش اللبنانيين عم ينزلوا على الطريق يطالبوا؟ هيدي قضية وطنية محقة، يعني الجيش بيعني كل المواطنين. شوفي، أكبر دليل على عدم تواجد مواطنين كتير إنه العلم اللبناني مرفوع. لو بترفع علم حزبي بيتضامن الناس أكتر. للأسف صرنا مسيسين والسياسة هي اللي عم تفرق العالم عن بعضها. عائلة مغيط أثنت على مبادرة هيئة علماء المسلمين وأملت أن تكون في المبادرة بوادر حل وتطمينات تحمي إبراهيم. أنا بعتقد مش هيدي بس اقتراح هيئة علماء المسلمين، يعني كتر خيرهم ونحن كتير منقدر هالاقتراح هيدا. بعتقد كل لبناني بيفكر بنفس الطريقة، النسوان والولاد ما قالون عليها بكل هالمواضيع هيدي. يعني منتمنى من الدولة أنه تبعد النسوان والولاد عن هالقضايا هيدي، وخليها أنه دولة هي تجيبهم بطريقة تكون حضارية. إذن الطريق فتح، لكن هل تفتح الطريق أمام الإفراج عن العسكريين؟